مع اللوبيا البيضاء أو الفاصوليا البيضاء. طيب هنحتاج في الوصفة دي إيه؟ هنحتاج فاصوليا بيضاء، طبعا الفاصوليا نبقى نقعينها مدة ليلة كاملة في المية، هنحط ناخدها نغسلها ونحط عليها مية ننقعها فيها لحد ما تنفش وتبقى شكلها بالطريقة دي. طبعا اللي ما عندوش وقت انه يعمل الفاصوليا وينقعها الليل كله وحابب انه يعملها، هيعمل نفس المكونات بتاعتنا دي بس هيضيف عليها بيكنج باودر وهو بيسويها. اوكي، يبقى احنا عايزين فاصوليا بيضة يفضل انها تبقى منقوعه الليل كله، ولحمه متقطعه مربعات، ممكن نستبعد اللحمه خالص لو احنا مش عايزين نعملها بلحمه ما نعملهاش، لو عايزين نعملها مش بفراخ بس بحاجة اسمها الجديد. الجديد ده لحم، عبارة عن لحم مقدد عندنا، هنبقى نعمله في حلقة من الحلقات اللي جاية إن شاء الله مع بعض. طيب بنعملها في المغرب يا باللحمة يا باللحم اللي هو المقدد اللي هو الجديد عندنا، وهنحتاج لها كمان بصل مبشور ناعم، طماطم مبشورة ناعم بالقشر بتاعها، كزبرة وبقدونس، صلصة طماطم، صلصة مركزة، وعايزين كركم و كمون وتوم مهروس، وطبعا ملح وفلفل وزيت نباتي مش زيت زيتون. طيب هنحط اول حاجه، الطبيعي اننا هناخد ونشوح البصل بتاعنا. في عندنا مدن ما بيعملوش فيها بصل خالص، يعني في مدن في المغرب ما بتحطش البصل خالص في اللوبيا دي بالذات، وفي ناس بتحب تحط لها البصل، انا بصراحه بحبها بالبصل لانه بينكهها وبيديها طعم حلو. هنشوح البصل بتاعنا، خليني اعلي عليه النار. زي ما قلت لكم الفاصوليا البيضة دي بتبقى حلوه جدا، كل واحد بيقدمها بشكل او كل شيخ وليه طريقه زي ما بنقول، فاحنا بنعملها كل واحد بيعملها بشكل معين، يعني انا كبرت عليها بنعملها بالطريقه اللي احنا بنعملها دي، بس بدل اللحمه اللي هي المتقطعه بنعملها بحاجه اسمها الجديد. الجديد ده عباره عن لحمه بناخدها اللي هي بتبقى ما بين الضلوع وبنحطها بنشفيها، يعني بنشيل اللحمه اللي بتبقى ما بين الريش اللي هي الضلوع، وبناخدها وبنقطعها، او الحتت اللي هي بتبقى عندنا في اللحمه زياده من لما بنقطع الكباب او بنشف اللحمه كلها بيبقى عندنا حتت، بنعملها وبنعملها في توابل معينه ونحطها في الشمس لحد ما تنشف. هنعمل كل ده مع بعض ان شاء الله، بس هوريكم النهارده باللحمه العاديه. خدت اللحمه قطعتها مربعات صغيره، ما ينفعش اقطعها مربعات كبيره لانها مش هتبقى لطيفه مع اللوبيا بالذات، اللوبيا او العدس، يعني هي حاجه واحده نفس الحاجه بنعملها، يعني اللوبيا والعدس ما بينفعش نقطع لهم اللحمه كبيره او تبقى فيهم اللحمه بتاعتهم كبيره. ناخد البصل واللحمه بنشوحهم، ما بتاخدش وقت كتير، بتاخد 45 دقيقه طالما هي منقوعه الفاصوليا، بتاخد 45 دقيقه على نار يعني متوسطه، مش هاديه ومش نار عاليه. هحط الطماطم، بصوا انا بعملها بالطريقه بتاعتي، لانه هتلاقي في المغرب كتير يقول لك لا احنا ما بنحطش فيها الطماطم، احنا ما بنحطش فيها البصل، احنا ما بنحطش فيها الثوم، لا هي النهارده احنا هنحطها بالطريقه دي، ناس كتير قوي بي 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 بيحبوها بالشكل ده وبيحطوا كله اول حاجه. الصلصة في ناس بتسيبها عندنا برضو في الاخر، بتخلي الصلصة دي اخر حاجة تعملها، بس هي انا بفضل اني احطها في الاول، كله بيدي طعم كده مع بعضه، يعني مش مجرد انها لونه بس، لا انا عايزه نكهتها عندي اهم من الطعم، يعني النكهه اهم من اللون. هنحط الكزبره والبقدونس ونحط التوابل بتاعتنا اللي هو الكمون والكركم والثوم المهروس والملح والفلفل، طبعا احط الكركم وناخد كمون، بتبقى حلوة جدا، تجي زوينة بزاف بهالطريقة بصراحة، ضروري تقيسوها أو ضروري تجربوها وتقولوا لي رأيكم عاملة ازاي. وناخد الملح والفلفل، في ناس بتحب تضيف عليها مرقة خضار أو لحمة، مكعب خضار أو لحمة،
براحتكم يعني، لو تفضلوه حطوه، بس هي توابلها تديها نكهة. خلينا نستغنى عن الحاجات الصناعية شوية، نستعمل التوابل بتدي نكهة حلوة جدا. أهم حاجة نحط المقدار بالظبط وتبقى معانا الأكلة حلوة قوي. طيب هنحركهم أو نشحرهم يعني شوية بس كده، ونحط عليهم اللوبيا. هنقلبهم تقليبة، احنا بنسميها في المغرب اللوبيا البيضة، زي بيتهيألي زي هنا اللوبيا البيضة أو الفاصوليا البيضة. هنشوحهم تشويحة بسيطة، ونقوم حاطين اللوبيا المنقوعة بتاعتنا، بس بعد ما نشيل المية بتاعتها منها ونشطفها كويس جدا. هتاخد معانا ما يعادل 30 دقيقة، بس لو في حلة عادية هتاخد من 45 دقيقة ل 50 دقيقة معاكم. أهم حاجة عندي إن الفاصوليا تفضل الفاصوليايا يعني الحبة بحبتها، ما نخليهاش لحد ما تتهري مننا خالص، فيبقى لا منظرها ولا طعمها بيبقى حلو، بتبقى زي العصيدة. فخدوا بالكم من الحتة دي لازم، فبالتالي ما تكتروش مية فيها كتير، مش المية اللي بتسويها على قد ما هي اننا ناخد بالنا منها وهي على البوتاجاز، ده اللي بيسويها. طيب انا كده اعتبر شوحتهم، هاخد مية، هحط عليها المية بتاعتي، هاخدها من الجنب بس كده، ما نكترش المية بالشكل ده. هتاخد لها 45 دقيقة بتاعتها، هلاقيها استوت على نار متوسطة زي ما قلت لكم.